أقول لك كمان زهورات؟ لا لا حاجتي، كفاها الله، دوبني امشي. أنا لازم أمر على الدلال بالأول، بعدين بدي روح أتفق مع النجار أبو فتحي. أبو ملكي؟ نعم. بدي أقول لك شغلة بس خايفة تزعل. لا لا قولي، ليش عم تزعل؟ وأنتن هالتخوت وهالخزاين، يعني كلهم خشب زان من اللي بيحبوا قلبك، وما عاد حدا بهالأيام اشتغل بهالركازة هي. يعني شو بدك يعني يعمل لك فيهم؟ آه؟ حط لك ياهن على راسي مشان تقلي لي حوينتهم وما حوينتهم؟ وليش طلع خلقك هيك؟ مفكرني كثير مبسوطة إنه تنباع أغراض البيت بالهين؟ والله والله كل أشياء بهالبيت لها عندي 100 ذكرى و100 قصة و100 سيرة. لك يا أم ملكي يا بنت الحلال، أولاً بناتنا السبعة الله يسلمون إجا نصيبهم وتجوزوا، وكل واحدة منهم طلعت اسمتها ببلد شكل، فالله يهنيهم ويرضى عليهم. ثانياً هالبيت صار مبهبط علينا كثير، يعني بيت سياح نياح بيلعب فيه خيال، وما في غير أنا وأنتي، بقى مو أحسن لنا إذا كان بعناه واشترينا واحد أصغر على قدي وقديك؟ بلا. طيب بهالحالة إذا بعناه واشترينا واحد أصغر منه، وين بدنا نروح بتخوتة البنات وخزاينون؟ معقولة ننقلهم معنا لبيت صغير يعني؟ مو معقولة، أصبح لازم نلاقي لهم تصريفة. أنا من شان هيك رح أمرق هلا لعند النجار أبو فتحي، وأكيد رح يكون له مصلحة بمشتراتهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، ليش البكي هلا؟ ما في شيء، ما في شيء، بس تذكرت صغرة البنات وصباهن، تذكرت تفتيلتهن حوالي، لك ما عم بيطاوعني قلبي بعلى أغراضهم، ما عم بيطاوعني. يا أم ملكي، بناتك الله يسلمهن، كل واحدة منهن مستتة وقاعدة عن جوزها، وكل واحدة منهن صار لك ركيبة وغراضة، هي سنة الكون. بقومي الله يرضى عليكي، ضبي هالفرشات وقيمي المخدات، بركي إجا معي أبو فتحي على غفلة منشان ينتع الخزاين وتخوت. ماشي الحال. يلا. صحيح بدك جيب لك شي معي من السوق، أنا راجع. سلامة عمرك، الله معك. كم تخت وكم مخزانة قلت لي؟ يا سيدي 7 تخوت و4 خزائن، وكله مصنوع من خشب الزان اللي بيحبوا قلبك. على معاينة يا أخي، كله على معاينة. قال له يا عيونه يا حواجبه، قال له ليكو على المختصر باين. صحيح، الحق معك، بيضل الحكي مو مثل الشوف. قديش بدك فيهم؟ يا سيدي ما بنختلف، انت شوفهم بالأول، بعدين لكل حادث حديث. ايه، كمان بيصير. بس يعني بدك ما تواخذني على هالسؤال إذا كان بايخ شوي. لا لا ولو، تفضل. ليش بدك تبيع؟ يعني عدم المؤاخذة، بيتك كبير مثل الملعب البلدي، أوضه كتيرة، بقى معقولة تصفى بلا عفش وبلا فرش؟ يلي بقصده اصحك تكون واقع بضيقة وساكت، ها؟ اصحك تكون بعازة، إذا لازمك أي مبلغ أنا رقبتي سدادة. عشتي يا أبو فتحي، ما بتقصر إن شاء الله، بس خير الله كتير والحمد لله. لكن القصة ما فيها إنه البنات تجوزوا وتسهلوا، وهالبيت كبير علينا أنا والمرة، وأغراضه كتيرة كمان. بقى عم ندور على بيت اصغر واشلبن، مشان هيك ردت بيع كل شيء ما عاد له لازمه عنا. ايه على خيرة الله. الله معك ابو بشير. على مهلك يا شباب، على مهلكم، الله يرضى عليكم، سموا بالله، اوعكم ينكسر معكم شيء. ها؟ لعينك ابو فتحي. حاضر. نزلوهم سيارة الشحن على حيث رقة، ها؟ حينهم ينخمشوا جداد لساعتهم. الو الو، مي ملكة؟ كيفك امي؟ كيفك توبريني؟ اشتقت لك كثير امي، ناطف قلبي عليك، نغمش نغمش على ما اشوفك. ليش عم تبكي امي؟ شبك؟ شو هالحكي؟ جاي بكره على الشام؟ امتى؟ بقصد يعني انو ساعة؟ الساعة 6 على خطوط الامارات. بس ليش البكي لك ابني؟ والله غليتيني قلبي. نعم؟ بدك تحردي؟
قولي على قامتي عليك يا ملكي على هالحظ المسخم. اه ايه ايه امي سامعتك سامعتك لك امي. ولا يهمك حبيبتي، البيت اللي رباكي ما راح وخلاكي، ليكنا انا وابوكي عم نستناكي. ماشي تقبريني، الله معك، مع السلامة. شبها ملكي؟ ما فهمت منها عن مظبوط، بس الظاهر متنقرة هي وجوزها، مشان هيك حاملة حالها هي وولادها وجاية بكرة على الشام. علي وعلى الاولاد ما بيفهم الا الضرب، الله وكيلك ما في ضربه منه بتخيب. رصاص اللي يرصه ان شاء الله، شو مفكر بنات الناس ملعبه بين ايديه؟ ولا مفكر انه انت مقطوع ومالك اهل؟ وانا ما عاد فيني يا امي، انهرى عظم بدني من هالعيشه وجسمي ما عاد لاقيان نكشه. لا واخر طب الكي شو بيقول لي؟ شوفي وليه هذا الحاضر عجبك عجبك، ما عجبك الباب بيطلع جمال. إيه ولا سيف يمسع رقبته وحمة تسلق بدنه إن شاء الله، شو مفكر حاله فرعون وما في مين يرده؟ مالك أهلي بلبسوا عينتين والتنتين بلبصات. مو وقته هالحكي هلأ، أنت تاني ضبي لسانك شوي. إيه مالك شايف شو عامل فيها؟ ولي على قامتي عليها، قلبي على نصها من الأهل، أبري قلبي يا بنتي يا عمري أنت. المهم هلأ الحمد لله على سلامتك بابا، أنت لا تنحرجي ولا تخجلي، أنت ولادك بعيوني لبين ما يحل الحلال، بس هلأ هدي حالك وطمني بالك. الله يخلينا اياك يا بابا ولا يحرمنا منك. مالي مصدقه امتى اطلع على اوضتي وحط راسي على مخدتي ونام. يلا ماما يلا يلا تصبحوا على خير ماما. يلا لك استني شوي لحتى مدلك فرشه تنامي عليها انت وولادك. فرشه؟ ليش وين تختي ماما؟ تختك؟ تختك بكره بنجيبها بابا، بنجيبها بكره. انت لا تاكلي هم، رجله انكسرت وعم نصلحه. ليكون مو عاجبك السعر حنشرب فيه. بالعكس ابدا مو هذا الموضوع، بس القصه انه بنتي اجت زياره على غفله هي وولادها، فصار لازم رجع تختين على المقلي. حتى شو كنت عم بقول بيني وبين حالي؟ عم بقول انه انا بكل الاحوال لازم يضل عندي تختين زياده بالبيت، يعني مثلا زارت شي بنت عندي، اجاني ضيف، شي غريب، شي قريب، يعني بيكون في عندي وسع. بصير اخي بصير، عيل عقل. وان شاء الله المحروسه مو مطوله زيارتها؟ لا لا باذن الله مو مطوله، مو مطوله منوب. ندونو لا لا حبيبي لا لا تعال رأسا لجوا على الأوضة. على مالكم على مالكم. ولك الزغر إن شاء الله. أمي ولي أمي ركلي أخوكي. إيه طيب يا العبي تيت العبي. كل أمي كل على قامتي قالب على نصك كل. يلا تيتي يلا تعشوا بسرعة مشان احكي لكم حكاية قبل ما تناموا. يلا خير ان شاء الله. خليك امي. لا تقبريني لا طعمي لابنك غزي مو قالب على نصه. الو الو مين؟ صفاء؟ اهلين امي كيفك تقبريني؟ والله انا مشتقت لك كثير كثير، قلبي ناطف عليك عم ينغمش نغمش على ما اشوفك. شبكي امي؟ ليش عم تبكي؟ شو هالحكي؟ بكره جاي على الشام؟ امتى؟ اها الساعة 8 طيران الخليج؟ طيب امي بس ليش البكاء؟ غليتي لي قلبي. شو؟ طلقتي من جوزك؟ ليش لك امي ليش هيك صار؟ بسيطة لك امي بسيطة. معلش بعدين بتحكي لي ماما، بعدين بتحكي لي. ولا يهمك حبيبتي. ولا يهمك البيت اللي رباكي ما راح وخلاكي، انا وابوكي عم نستناكي. طولي بالك يا ماما طولي بالك. الله معك تقبريني مع السلامه. ولك شبها صفاء شو اللي صاير؟ ما فهمت منها على المزبوط، بس الظاهر انها اتطلقت من جوزها مشان هيك حامله حالها وجايه الساعه 8 الصبح هي وابنها.
يا امي ايده ماسكه كثير مشان الكيس لاخره وبيدقق على الاكله وعلى الشربه، والغرض اللي بيشتريه هذا غرض ابدي، يعني ما لازم لا ينتزع ولا ينكسر ولا ينهار ولا يصير له شيء ابدا. يا قريضة اللي تقرضه ان شاء الله هو هالطبع اللي عنده. وانا يا امي ما عاد فيه، راح يطق قلبي من بخله ومن نشعه. بعدين هذا الطفل شو ذنبه؟ هذا طفل ونفسه بتشتهي، على قولة ما معي بلاها هلا بلا فجعني ولا لك. لو انه ما معه بقول فيها وما فيها وبعذره، بس انا بعرف انه معه، عم يكمكر هالمصاري كمكره بهالصندوق. ولي علاقة بنت امك على العيشة اللي عشتيها يا بنتي؟ لك يخرب بيته ولك اخذك من بيت كرم وعز، مو انه مالك شبعان اللقمة ببيت اهلك؟ مو وقته هالحكي هلا انت تاني. لك مالك شايف البنت كيف قلبي اشباح بلا ارواح من قلة التغذية؟ ولا هذا الطفل اللي صاير مثل الطفل المعجزة؟ خلصنا انت تاني، لا تزودي الحريق. وانت بابا اهلا وسهلا فيكي والحمد لله على السلامة، وان شاء الله ما بصير الا المنيح. الله يخلينا ياك يا بابا يا رب. يلا أنا طالعة على أوضتي، مالي مصدقة إمتى حط راسي على المخدة ونام على تختي. استني تقبريني لمدلك الفرشة تنام عليها أنت وابنك. فرشة أمي؟ ليش وين تختي؟ تختك؟ تختك بابا؟ بكره منجيبه بكره. المسند تبعه مكسور بعتناه نصلحه. بدك التخت والخزانة؟ ايه والله، وان شاء الله ما تكون تصرفت فيهم او ودرتهم. لا ما ودرتهم، بس هلا شحنتهم بالسوزوكي للورشة اللي بسقبها. والعمل؟ لو مسبق خمس دقايق بس كنت لحقتهم. دخيل عينك يا ابو فتحي، اتصرف ودبرها. شلون بدي دبرها يعني؟ خلينا نطلع على سابع الحارق، المسألة ما بدها واقفة. ماشي الحال يا برهان. حاضر معلم. الله يرضى عليك، دير بالك، انا غايب لي شي ساعتين وراجع. حاضر معلم. عندك شوي يو اعلى من هيك. شكيتيني ما شاء الله، ضجت الاولاد الله يخلي لكم اياهم. ما عم تسمعني شيء؟ خذي كمني امي. الو الهام. هلين امي، كيفك تخبريني؟ والله قلبي ناطف عليك يا عمي، نغمش على ما اشوفك. شو تبريني؟ بدك ترجعي على الشام؟ انو ساعة بدك تجي؟ ساعة 10؟ ايه. على انو خطوط؟ ايوه خطوط السعودية. بس امي ليش البكاء؟ والله غليتي لي قلبي. شو؟ بدك تحردي؟ ايه معك حق، بعدين بتحكي لي. ماشي يامو، منلاقي لك تقبريني بالمطار. لا ينكسر خاطرك تقبري قلبي ولا يهمك. البيت اللي رباكي ما راح وخلاكي، انا وابوكي ليك وهو عم نستناكي. ماشي حبيبتي، الله معك. شو بها إلها؟ ما فهمت منها على المزبوط. الظهر متناقرة هي وجوزها، مشان هيك حاملة حالة وجاي هي وبنتها على الشام.
لك شو بدي احكي لك لحتى احكي؟ اولا حكيه دج ولسانه فلتي، وعلى قولت يا دبه، واذا كان عم يتلاطف معي ولا يغازلني ولا يمازحني ما بيقول لي غير يا كلبه، وعلى الطالع والنازل على قولت يلعن ابوه. عيب لي بقص لسانه يا حق ما اطوله وما اسفره. والله انت ما بتنسبي، والله ولا حدا من عيلتك بينسب. بقالك شو لا يفتح باجوه هذا؟ اخ يا امي ما بعرف، صدقيني ملافظه كرهتني عيشتي. لك ما بقي معتبار انه في ناس غرب ولا في ضيوف ولا في جيران وما لازم يشرشحني قدامهم ابدا. لا تتعبي، عبس يا امي عبس. العمى ضرب وضرب. يعني انا صار لي متجوزه ابوكم بيجي 25 سنه، بعمري كله وبحياتي كلها ما سمعت منه كلمه زاحله او لفظه نابيه. بقى منين اجتنا هالبلوه منين؟ هلا روينا شوي انت تانية. شو روينا؟ شو روينا يعني؟ لكان بيهون عليك هالشرشوح اللي مشي لحتى حفي وبكي لحتى عمي لحتى وافقنا وعطيناه بنتنا، يجي بعدين يزلها لبنتنا ويهينا ويتمطع فيها بغربتها، بيهون عليك؟ عيرينا سكوتك هلا يا ملكي. وانت يا بابا هدي حالك وان شاء الله نهايه الخير. الله يخلي لنا اياك يا بابا. يلا انا طالعه على اوضتي، مالي مصدقه على حالي. امتى حط راسي على مخدتي ونام بتختي وارتاح من التفكير؟ تختي؟ ايه تختة تختة. ليش مستغربة؟ وانتي بابا الله يرضى عليكي اليوم نامي بأوضتي والصباح رباح. يلا تيتي ها ري عليك. ابني الطالبة بقى انت وياها صرع طولة تخلق ستون. خلصنا بقى ارف. الو الو اهلين هي. اهلين توبريني كيفك؟ لك انا ملكة ملكة. بدك ماما؟ ايه دقيقة ماما هي مع التليفون. الو هي تقبري قلبها لامك ان شاء الله. ليش عم تبكي امي؟ بدك تحردي؟ طيب منلاقي لك بالمطار امي. الله معك. عرفت الدكانة تيتي؟ ايه؟ بتروح لهوني كركيت وبتقول له لجدك لطفي ما يرجع تختيني، رجع ثلاث تخوتي لانه خالتك هي ام جايه من السفر هي وولادها. عرفت شو بدك تقول له؟ حفظت؟ ايه؟ طيب يلا ركيت تقبرني يلا. سمعان يا ابو فتحي سمعان. تعال جدو تعال. خالتك هيام حرداني وجايه بكره مع اولادها؟ ايه. سمعان يا ابو فتحي قال هيام بنتي يعني جايه بكره هي وولادها. شو هالهنا اللي انا فيه يا عالم؟ يو خير ابو ملكه؟ ليش قاعد هو؟ ليش بيان ابني فاضي بهالبيت نقعد فيها انت الثاني؟ يعني اذا قلنا ملكه ومعها ولدين وصفاء معها ولد صاروا خمسه، والهام معها بنتها سبعه، وبكره هيام جايه ومعها عالولاد خمسه بعيون الشيطان صاروا 13، وانا وانتي صرنا 15. وينك انعام؟ ناوليني هالتليفون لقلك، ناوليني اياه. يو لمين بدك دقدق تليفونات بنصاص الليالي؟ لازم احكي مع سهام وابتسام وختام واسالهم امتى رح يحردوا. هلا بالحساب اذا قلنا سهام معها ثلاث اولاد وابتسام ثلاث اولاد وختام ولدين، قديش صاروا؟ ها صاروا 11 زائد 15 صرنا 26. ونحن بالاساس عندنا سبعة خوت للبنات وتختين الي ولك، يعني 9 26 ناقص 9 بيصير 17. ها بقى يا ستي لازمنا 17 تخت وشي 6 7 خزاين، هيك منصير تمام، مو هيك يا انعام؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين حاج لطفي، اهلا وسهلا، منيح اللي جيت. يا سيدي بقيان لك عندي تخت وخزانه وانا ما خليت حدا يتصرف فيهم لاني عرفان انه بدك تسترجعهم شروا اخواتهم. مزبوط كلامك مزبوط 100%، انا بدي استرجعهم، بس انا مالي جاي لعندك مشان هيك. مشان شو لك؟ خير؟ ايه طبعا خير، خير طبعا. انا جاي وصيك على 17 تخت اضافي وعلى 6 خزائن وكل خزانه بست ابواب، بس بدي اياهم تحيد اياهم على السريق الله يخليك، لانه كثير متضايقين عم ننام روس ورجلين. 17 تخت وست خزاين؟ وين بدك تحطهم هدول؟ هدول بدهم اصل عظم لحتى يساعوا.
حلال عن ذكر الإيمان. السلام عليكم. وعليكم السلام، أنا كنت جاي لعندك. خير شو في؟ يا سيدي لقيت لك طلبك مثل ما بدك تمام، أوضتين وصوفة كربوجة ومطبخ ومنتفعاتهم، يعني على قدك تمام، أنت والحرمة الله يخلي لك إياها. هيك لكان. أخي لقطة، البيت لقطة منيحة، شرف، شرف لنشوف البيت قبل ما نضيع الوقت. لا تتنشط يا أبو حمدي، خليك مرتاح، خليك مرتاح أحسن لك. لك شو خليك مرتاح؟ شرف لنشوف البيت قبل ما حدا يجي ويلهط وتضيع الفرصة من إيدينا. ما في داعي يا أبو حمدي، ما في داعي. ليك؟ شلون ما في داعي؟ طبعا لاني غيرت رايي. شو هالعقل عم تحكي؟ يعني بطلت تشتري بيت صغير وبدك تضل ببيتك؟ لا والله يا ابو حمدي، حتى بيتي ما عاد وسع، مشان هيك انا كنت جاي لعندك، بدي اياك تدور لي على شي بيت كبير كتير لعيله كتير كبيره، يعني لحوالي 26 زلمه، معقول طبعا واعويع. شو عم تحكي انت يا لطفي؟ شو عم تمزح؟ لا والله عم بحكي جد يا ابو حمدي، لأن الواحد صار بهالأيام لما بده يجوز بناته لازم يحفظ خط الرجعة. لا مو بس هيك، لازم كمان يعمل حساب العصفور وخيطه وخيط خيطه، وإلا إذا بتلقى بقى بلاقي عندك طلبي يا ترى. يا فتاح يا عليم يا رزاق الكريم، صباح الخير. صباح الخيرات. ولك امتى بدك تصلح لنا هالحنفيه؟ ليش بها؟ ما بعرف، رجعت تنقيت. اصبح بس ارجع الظهر بغير لها الجلده، هلا مالي فاضي، مستعجل شوي. يعني فعلا صار بينطبق علينا المثال. انو مثال؟ قال اسكافي حافي والحايك عريان، يعني جوزي بيشتغل بالتمديدات الصحيه وحنفيته عم تشر. خلاص خلاص ولا يهمك، الظهر بصلح لك اياها. ألو، إيه أهلين يا أخي. إيه لحظة شوي، هذا واحد اسمه كاظم من طرف رسمي بيك. لي علينا، لي له مو هون. نعم يا أخي، والله طلع يا أخي ما بعرف. إيه ما بعرف وين راح. إيه الله معك، مع السلامة. ولك ليش ما بدك تحكي معه؟ صار متصل 3 مرات. ما بدي رد عليه، هذا واحد ثقيل. ليش مين وهاد؟ واحد بيشتغل بفيلة رسمي بيك. ومين هاد رسمي بيك؟ هلا ما عدتي تعرفي رسمي بيك من وها؟ والله نسيت. رسمي بيك واحد من المسؤولين المهمين بالبلد، وعامل ضوء اخضر لحاله، وعلى طول شاعله وطاحش، لا بهمه قانون ولا بيعرف الاصول. وكل همه يشتغل بتخويف العباد والتحكم برقابهم. هلأ طالما صحح له كل هالشي، ليش عم يشتغل بالعباد؟ شو بيعرفني؟ الخلاصة هلأ، شو بده منك هذا كاظم؟ قال بده روح صلح رشاشات الجنينة عند رسمي بيك. ايه وليش لحتى ما تروح؟ لك يا سميحة الجماعة كتير بخلها، بزماني اشتغلت لهم أكتر من شغلة، ما عطوني إجرتها. يعني هيك صخرة؟ ايه صخرة. لا وكمان بيحملوكي منية انك عم تخدميهم، يعني عم يمنحونك شرف كبير. الله وكيلك، المرة الماضية صلحت لهم حنفيات الحمام، لا عطوني إجرة ولا حتى حق قطع التبديل اللي جبتهم من الدكان من عندي. معقول؟ ولك شو هالعالم هدول؟ مثل ما عم قلك، كاسة شاي شو قيمتها؟ ما بيقدموا لك، وبعد هالشي بدك يعني روح. لك الوه 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 عليهم. وين بتحبوا تشربوا القهوة سيدي؟ لك شو ما بتفهم انت؟ ليش سيدي؟ ما بتعرف اني انا محمي من القهوة من اول اسبوع؟ عفوا سيدي، يعني انا كنت اجازة. لك ليش ما بلغتوا بالتعديلات على برنامج الصحي يا اسعد؟ سيدي انا هلا ما شفته. بتبلغ جميع العناصر بيشتغلوا عندي بالفيلا بالتعديلات، مفهوم؟ امرك سيدي. وهلا شو البرنامج ذكرني؟ سيدي هلا عندكم نص ساعة يوغا بالجاكوزي مشان تشموا اكسجين نظيف وتفكروا منيح. معك حق، مخي مكربش هاليومين. يا كاظم، خير سيدي؟ في شي؟ لك ليش عم تسوق بالخراطيم ما عم تسوق بالمرشات؟
المرشات خرباني وما عم تشتغل سيدي. وليش ما صلحتوها؟ خبرنا المصلي عديت مرات وما كان يجي. لك شو خبرته ما اجا؟ شو الشغلة على كيفك وكيفه؟ مو حرام الحشيش الاخضر الحلو يصفر ويموت؟ لك انتم ما بتخافوا الله؟ ما بتخافوا الله؟ قاسم؟ نعم سيدي. شبك قاسم؟ فورا بتروح بتشحطه للمصلح وبتجي لهون، فورا. امرك سيدي. لك شغل يا اسعد شغل. وينه صاحب محل؟ مين أبي؟ شو بيعرفني وينه؟ راح يصلح فواش هلا بيجي. ها ليك اجا. شو يا باشا؟ ليش ما عم ترد علينا؟ كم مرة بدنا نتصل فيه؟ الحق معك بس صدقني مشغول شوي هالكم يوم. ايه امشي بلا اكل هوا امشي قدامي. لوين بدي امشي؟ بدك تصلح المرشات بيت رسمي بيك، الحشيش راح يخرب. اي على عيني وراسي تكرم عيونك اسبقني وانا بالحق. لا سيدي ما حذرت امشي قدامي وانا بالحقك يلا. طيب شو عليه كمان بيصير اخي؟ بابا اذا ما اجيت الظهر انا على الدكان سكر وروح على البيت لا تنطرني لارجع. يلا خلصنا. لك شو القصة؟ سيدي خلص الوقت. بتصدوا ما حسيت بنوب؟ صبور يا سيدي اغزي العين عنا. ممتاز. الضغط 8 على 12 ونبضات القلب 74. الو مطبخ جيب الحليب العسل بسرعة. ايه يلا بسرعة. ايه وشو خطوات الثانية هلا؟ سيدي هلا لازم تخزنوا حريرات يعني تشربوا حليب وعسل لأنه عندكم رقد 3.5 كيلومتر. تفضل سيدي. بدي أقول لك على سر يا أسعد. تفضل سيدي. عم فكر السنة اشترك بسباق الضاحية شو رأيك؟ ايه ليش لا يا سيدي؟ ما شاء الله وكان صحتكم مثل الحديد. بعدين سيدي يعني إذا أنتوا اشتركتوا بسباق الضاحية أكيد رح تطلعوا الأول لأنه سيدي يعني بقصد ما حدا رح يسترجي إنه يعني حصاني يلي هو بهيمة لا راح ولا أجا طلع أول بالمهرجان أنا كمان ما رح أطلع الأول؟ بعدين أنا ما بتهمني النتائج بتهمني المشاركة وبس. أنتوا طول عمركم متواضعين سيدي. يلا انا جاهز. على مهلكم سيدي لا تقلعوا بسرعه ما بيقطع. يلا سيدي على مهلك عشان الالف. يلا مرحبا دكتور عاطف كيفك؟ والله يا دكتور رسمي بيك صار معه حادث. يلا نحن جايين على الطريق على الطريق نحن بس ليك جهزوا غرفة اسعاف بسرعة. ماشي مع السلامة.
على مهلك على مهلك. اصعد على مهلك على كتفه سيدنا من هون. بسم الله على مهلك على مهلك. يا شمالك على مهلك. الله لا يعطيك العافيه والله خليك تخ بالحبوس والله. قوم. الو اعطيني المحقق يا ابني. مرحبا سيد المحقق، انا سليم كرمش سيدي. سيدنا والله بكم تبعثوا لنا دوريه لحتى تاخذ مجرم مشبوه تجرع وعفس رسمي بيك على الطريق العام. الله لا يعطي العافيه. لك شو اعمال كتفي يا قاسم. ان شاء الله خير ان شاء الله خير قاسم. تفضل تفضل سيدي. الله يسلمك ولا يورجيك مكروه. الحمد لله الله قدر ولطف. مع السلامة. الله معك. رسمي بيك. ألو نعم. أهلا أهلا. الله يسلمك. لا والله موتور. إيه مسكوه مسكوه. ولا والله يخليك. مع السلامة. رسمي ليك انت. الحمد لله على السلامة رسمي بيك. الله يسلمك دكتور. طمني شو صار معي؟ يا سيدي اطمن. عندك رد خفيف على صابونة الرجل اليسرى. وخلع بسيط بالكتف. وشلون بدي وقع معاملات الناس هلا؟ شلون؟ معكن حق. لأنه ايدكن بدها شي 10 أيام استراحة على الأقل. بس بهالطريقة رح تتعطل مصالح الناس. وما في حدا ينوب عنكم بالتوقيع رسمي بيه. أعوذ بالله شو عم تحكي انت؟ أنا ما بسمح لحدا غيري يوقع بنوب. بنوب ما بسمح. وإمتى بتحبوا تطلعوا من المستشفى؟ حدد الوقت ونحن بأمركم رسمي بيك. لسه في شي خطورة على حياتي؟ لا 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 أبدا. معناه جاي على بالي يطلع بكرة. إيه مثل ما بتأمروا. بس لازم ترتاحوا 10 أيام على الأقل. ها بتعرف انه رسمي بيك اخذ اجازه مرضيه 10 ايام ما هيك؟ سلامته يا سيدي سلامته. وبتعرف انه مصالح الناس تعطلت وخسرنا خبره رجل خبير ومكافح ل 10 ايام. ولي على قامه قلبي عليه ولي على قامتي. ما بيستاهل يا سيدي والله ما بيستاهل. انت لازم تشكر ربك انه رسمي بيك ما تأذى ولا كان شغلتك صارت كبيره كبيره. ايه كثير. ايه ايه مزبوط. الحمد لله والشكر لك يا رب. يا ربي الحمد لك والشكر. هات لشوف. احكي لي بالتفصيل شلون صارت الحادثه. يا سيدي كنت رايح على فيلا رسمي بيك مشان صلح مرشات الجنينه. ومين طلب منك هالشيء؟ المدعو كاظم الذي يعني اللي بيشتغل عند رسمي بيك. كمل. اجى زلمه لعندي على الدكان واخذني يا سيدي. وليش رحت على الموتور تبعك ما رحت مع السيد كاظم؟ لانه لا لم استطع يعني ما حسنت بسبب اني واضع العدة على الصندوق المتواجد على الموتوسيكل سيدي. يعني ما كان عندك نية مبيتة تصدم رسمي بيك؟ أعوذ بالله يا سيدي شو الحكي. الله لا يضر مخلوق. انا اذا شفت نملة بالطريق بحيد عنها حتى ما افحصها. حلو. وديش كان سرعتك لما صدمته؟ يمكن شي 20 كيلومتر سيدي. مو صحيح يا ابو حمزة. انت بلشت تكذب هلا. سرعتك كانت اكثر من 100. أعوذ بالله سيدي شو مية؟ ميتيري موتوري موتوري قديم ومهرهر وأعلى سرعة فيه دوب يعني 40 كيلومتر. مو صحيح يا أبو حمزة مو صحيح. الموتوسيكل محجوز عنا بالمستودع وسرعة العداد تبع واقفة على 100. شو قلت لي بتشتغل أنت؟ تمديدات صحية وتصليح. تمديدات صحية يعني تصليح حنفيات وبلاليع وسيفونات ولازم إنه ما هيك؟ نعم سيدي نعم. ها هي الخدمات الجليلة اللي حضرتك مقدمها للبلد؟ والله يا سيدي هذا اللي طالع بإيدي. أنت بتعرف هذا الرجل يلي رديت له صابونة رجله وخلعت له كتفه شو مقدم خدمات جليلة هاي البلد؟ طبعا ما بتعرف ولا بهمك تعرف. المهم تعفسه بس. قال لي شوف مين هن رفقاتك؟ الله يسلمك الله يسلمك لك. الله يسلمك يا حبيبي. الإنسان بيتعرض لمحن ومخاطر كثيرة
وخاصة المسؤولين بالوطن العربي أمثالنا. شو بدنا نساوي؟ هيك قدرنا ماشي، وهو كذلك. الله معك. رسمي بيك كنا نحن. ألو، أهلين أبو نضال. لا لا تتأخروا، أعلنوا عن المناقصة ضمن الشروط اللي حطيتها. لك إيه بالجريدة الرسمية يا حبيبي؟ نحن وين بنعلن يعني؟ وينك؟ قل له لجهاد يعمل لي جدول الصرف ويجيب لي إياه. مع السلامة. الحمد لله على السلامة سيدنا. الله يسلمك. هي البريد. هات الألم، هاتوا لهون يا ابني. شايفين يا جماعة شلون عم مشي الشغل رغم حالتي الصحية المتردية؟ الله يعطيك العافية يا سيدي ويطول بعمرك يا رب. المسؤولية صعبة كتير يا جماعة، كتير صعبة، وأحيانا بحس أن معلق برقبتي مثل جرن الكبة الحجر، تعرفوه هيك؟ شو أخبار الشغل يا توفيق؟ ماشي رسمي بيك، كله تمام بإذن الله، بس طبعا مو مثل إذا كنتم موجودين سيادتكم. أكيد أكيد، بس الله يشهد إنه الكل مشتاق لكم وعم يسأل عنكم، ولما دريوا إني جاي لعندكم رح يقتلوا حالهم ليجوا معي لعندكم. هانت هانت، كل أسبوع زمان وبكون عندكم. برونا سيدي. الله معك. معافى إن شاء الله. الله لا يوفق اللي كان السبب. صحيح، شو صار في هذا المجرم؟ سيدي عم بيحققوا معه. بتعرف إنه كل الحق عليك يا كاظم؟ أنا سيدي؟ إيه أنت، مدري من وين بتلملم هالناس وبتجيبها على الفيلا تبعي. المفروض إنك تتأكد أمنياً من هذا الشخص قبل ما تدخله على الفيلا. سيدي عفواً، بس هي مو أول مرة بجيبه فيي على الفيلا. ولك يا كاظم، يا كاظم، المتآمرين ما بيكشفوا عن نواياهم بسهولة. على كل حال وقبل كل شيء لازم نتأكد من الدوافع الحقيقية لهذا الاغتيال. شخصية يا ترى ولا في مؤامرة خارجية؟ اسمع منيح يا أبو حمزة، ثبت للتحقيق بأنك صدمت رسمي بيك عن سابق قصد ولأسباب شخصية. ولا تستغرب، نحن أسألنا زوجتك وأكدت بأنه أنت بتكره رسمي بيك لأنه أكل عليك الأجرة كذا مرة. لك معقول هذا الحكي؟ معقول؟ لك أنت مين؟ أنت مين لحتى تطالب رسمي بيك بالأجرة؟ معقول؟ لك أنت لازم تحمد ربك اللي سمح لك تفوت على الفيلا تبعه. لك هذا شرف إلك، شرف إلك ولعائلتك. ولك أنت شو قدمت لهالبلد؟ شو قدمت لهالبلد قدامي اللي قدموا رسمي بيك؟ شو قدمت؟ تصلح كم حلفية؟ ركبت لي كم بوري مي؟ صلحت لي كم بالوعة؟ رجعوا. شو قدمت لهالبلد قدامي اللي قدموا رسمي بيك؟ شو قدمت؟ تصلح كم حلفية؟ ركبت لي كم بوري مي؟ صلحت لي كم بالوعة؟ شو قدمت لهالبلد قدامي اللي قدموا رسمي بيك؟ شو قدمت؟ شو قدمت؟ ولك انت شو قدمت لهالبلد؟ شو قدمت لهالبلد قدامي اللي قدموا رسمي بيك؟ هدوء هدوء، تفضل كمل يا محامي الادعاء. شكرا سيد القاضي. هل يسمح لي سيد القاضي ان اسال المتهم سؤالا واحدا فقط؟ شو اللي قدمته انت وامثالك لهالوطن قدام اللي قدموا رسمي بيك؟ سيد القاضي، ان موكلي لا يريد الاجابه على هذا السؤال. سجل انه ما رضي يجاوب عن السؤال. سيد القاضي، بتسمحوا لي جاوب انا على هذا السؤال؟ تفضل. سيد القاضي، عفوا سيد القاضي، أنا أكثر من مرة سألت هالسؤال، والحقيقة يا حضرات القضاة أنا لا بدي استدر لا عطف ولا شفاء، أنا بدي جاوب على سؤالكم وبس. أنا مواطن كادح وبسيط، ويلي قدمته قدموا قبلي ناس كتار ورح يقدموا من بعدي ناس كتار كمان. جدي يا سيادة القاضي قاتل مع الشريف حسين بالثورة العربية ضد الأتراك،
ومشي من الحجاز للشام وهو رافع العلم العربي. أبي يا سيادة القاضي اشترك بالثورة ضد الفرنساوي وقدم للسوار بيته وماله وانحبس أكثر من 3 مرات. أخي الكبير تطوع بجيش الإنقاذ وراح لتحرير فلسطين واستشهد جنب صفد. أخذت البكالوريا وما قدرت كمل جامعة واضطريت أشتغل حتى ربي إخواتي الصغار. ولما أخذوني على الجيش ضليت 2.5 سنين على الحدود عم بحرس الوطن. ولما تسرحت دورت على وظيفة مناسبة ما كنت لاقي وتسكرت بوشي جميع الأبواب. فاضطريت وقتها أشتغل دهان ومبلت سائق تاكسي ناطور بياع خضرة معلم. ولما حاصرني الجوع بالوطن أنا وأخواتي وأمي المسكينة سافرت على الخليج وطحنت هديك البلاد من عمري 7 سنين يا سيادة القاضي. 7 سنين رجعت بعدها حتى رمم روحي وجسمي وأسرتي يلي تعبت وفتحت هالدكان. وكل ما بفتح الصبح بقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم والحمد لله عم تجيني رزقة عم انستر فيها. وبالمقابل ومشان كرامة الوطن وقوته مثل ما بتقولوا انتو عم نسكت على كل شيء، على الغلاء على الفساد على الرواتب السخيفة، وعم نقول ما بعد الصبر إلا الفرج. وربينا أولادنا على الأمانة والاستقامة والكرامة وحب الوطن والحرية وفلسطين والشهداء. ومهما تعبنا يا حضرات القضاة نحن مستعدين نقدم روحنا للوطن، دمنا للوطن، عمرنا للوطن، أولادنا للوطن. وأنا يا سيادة القاضي ويشهد ربي علي البلد اللي عايش فيها بحبها، بحب ميتها، بحب هواها، غيمها، شتاها، مطرها، بردها، حرها، بحب هالبلد يا سيدي، بحبها بعشاها، بموت بترابها. بس خايف فيها حسرتي يكون هالحب من طرف واحد يا سيادة القاضي. بقى عرفتوا يا سيدي شو هو الوطن بالنسبة إلنا وشو قدمنا نحن معشر البسطاء الفقراء للوطن؟ خلص حكي؟ فضيت جرابك؟ نعم يا سيدي. بس هذا كله ما بطلع شيء قدام اللي قدموا رسم بيك للوطن. مزبوط، ما بيطلع شيء قدام اللي قدمته للوطن. فضل أرجي الكتاب لسيادة القاضي خليه يقرأ شو قدمك للوطن. تفضل يا سيادة القاضي، تفضل اقرا. بترجاك يا حضرة القاضي لا تقرا، لا تقرا ارجوك. انا بعرف والناس كلها بتعرف شو قدم للبلد. من 20 سنة كان رسمي بيك مدير مصنع صغير وجاب قطع تبديل لهالمصنع ب10 ملايين ليرة. بس للاسف يا سيدي طلع بهالصفقة غلطة صغيرة، وهو انه هالقطع ما بتلزم لهالمصنع ولساته لحد هلا مكبوبه بالبريه تحت الشمس مع انقاذ المصنع واكلها الصدي والنسيان. استلم يا سيدي رسمي بيك بعدها مسؤول ميناء صغير، قام صار يهرب عن طريقه للوطن بضايع ممنوعه وسلع بلا جمارك. ولما سلموه بعدها الله يعزك ويعزه مدير شركه كبيره، اول شيء سوا قلع من الشركه كل شخص فهمان او حامل لقب دكتور، وقرب منه الوسطة والسماسرة والمنافقين ويلي شاطرين بتصفيق. ولما خسرت الشركة بالصدفة ويا سبحان الله احترقت مستودعاتها يا سيدي وضاعت الطاسة، وطلب فوق منها يخدم البلد بالخارج. صار ملحق ببعثة دبلوماسية ويا دوب استلم وظيفته، يا دوب بلش يهرب بالحقيبة الدبلوماسية أموال البلد، وعمل السفارة مركز لتبديل العملة وكتابة التقارير. ولما رجع على البلد سالم غانم الله يعزك ويعزه بنى مصنع كيماوي على كتف النهر ولوث فيه الأرض والمي والهواء. بس كلمة للتاريخ والحق يقال، رب لخدمة الوطن 4 أولاد، واحد هرب آثار البلد التاريخية لبرات البلد وقبض عليها ملايين الدولارات، ولما فاحت ريحته هربوا رسمي بيك لأمريكا. والثاني ولد سرق ختم والده وباع وزور عشرات الوثائق يلي خربت بيوت ناس وعالم وقلبت الحق باطل والباطل حق، ولما فاحت ريحته هربوا الوالد على بلاد العم جورج. والولد الثالث له هوس بالسيارات الحديثة المودرن، وكل ما لمح سيارة حلوة بيتعقد المسكين وبيبعت زلمه حتى يسرقوها ويهربوها ويبيعوها، وإذا ما قدروا يسرقوها بيحرقوها يا سيدي. ورسمي بيك مشان يفك عقدة هالولد قرر يفتح له معمل سيارات
برا، لانه بالبلد ممنوع مشان حمايه الاقتصاد يا سيدي. والرابع يعني الشاش البطون ضل هون بالبلد وحالف يمين على المصحف الشريف، كل ما حدا نوى يفتح معمل او بده يساوي شركه او يستورد او يصدر لازم يكون شريكه. لازم بقى شايف يا سيادة القاضي شو قدم رسمي بيك للبلد؟ شايفين يا سيدي شلون عم يخدم الوطن هو وولاده؟ هو وولاده، هو وولاده. هي قول اشوف وين انا؟ على شط البحر. غريب، شفت حالي محكمة. لا هي تروح على المحكمة، طول بالك. قوم تحرك، قوم المعلم بده اياك. قوم. طيب بدي بشرك يا ابو حمزه، رسمي بيك بكره راجع على الشغل وبده يتابع مسؤولياته، وبهالمناسبه قرر يعفي عنك. يعفي عني بس على شرط. شو هو؟ هذا الكتاب من 1000 صفحه، هو يعني فيه لمحه عن حياه وكفاح كبار القاده الثوريين في العالم. المطلوب منك يا أبو حمزة بس تحفظ هالكتاب بصم. ولد بابلو في حي فقير في إحدى القرى النائية المحرومة من الكهرباء والماء، وكان ثوريا منذ طفولته. ولد بابلو في حي فقير في قرية محرومة من الكهرباء والماء، وكان ثوريا منذ طفولته. ولد بابلو في حي فقير في قرية محرومة من الكهرباء والماء، وكان ثوريا منذ طفولته. ولد بابلو في حي فقير في إحدى القرى النائية المحرومة من الكهرباء والماء، وكان ثوريا منذ طفولته. ولد بابلو في حي فقير في إحدى القرى النائية المحرومة من الكهرباء والماء، وكان ثوريا منذ طفولته. بابلو في حي فقير في إحدى القرى النائية المحرومة من الكهرباء والماء، وكان ثوريا منذ طفولته. ولد بابلو. أوه وألف مبروك يا فادي. أوه والحمد لله اللي نجحت بالبكالوريا. أوه وإن شاء الله بشوفك بأعلى المراتب يا رب. طولي بالك نادي، طولي بالك، أنت الثانية ما بدك الهلقات. لك شلون ما بدك الهلقات؟ والله لو ربحانة جائزة رأس السنة باليانصيب ما بفرح قد ما الفرحانة هلأ. هو معك حقها، البكالوريا صايرة كتير صعبة بهالأيام وما عم يفوت منها إلا كل طويل عمر. ولهالسبب أنا فرحانة. افرحي ستي افرحي، شو علي؟ بيطلع عليك. ما قلت لي قديش مجموع علاماته لفادي؟ 130 مع عدد دياني. بس شو بس؟ كتر خير الله اللي نجح، اصلا انا متفاجئ بنجاحه. بس بهالصوره ما بيطلع له ولا فرق بالجامعه، يعني مجموع علاماته بالنسبه لمعدلات الجامعه السنه الماضيه ما بتدخله ولا فرق. لا في فروع تامن كثيره بتاخده، هدول ما بيهموا المجموع. على كل حال منيح يلي نجح وما وطر راسنا بالحاره، يقبر قلبي. صحيح نسيت اسالك، مين نجح بالبكالوريا من اولاد الحاره كمان؟ ما في غير دارين، بنجارنا ابو سامر. وقديش جمعت؟ 150 مع عدد دياني. لك الدرسانة والله طارية شاطرة وما لها سهلة. لكن البنت شاطرة ومجتهدة، درست طول السنة قفلتها بنجاح. لك غسان بدي اياك تنزل على السوق وتجيب خروف كبيرها مشان نذبحه ونوزعه على الناس. وليش الخروف؟ شو ليش الخروف؟ شو نسيت اني ندرت اذبح خروف وزنه 80 كيلو اذا نجح فادي بالبكالوريا؟ اوف 80 كيلو؟ يعني كثير على نجاح ابننا؟ مو قصة كثير يا عيني، بس نبدي لاقي لك خروف وزنه 80 كيلو؟ بتلاقي حبيبي بتلاقي، السوق معبى بس انت عليك تدور. على عيني، بس ليش اليوم؟ ليش مو بكره مثلا؟ بكره وانا طالع من الدوام بطريق بمرق على السوق بجيبه معي. لا حبيبي هلا الله يخليك. حبيبتي عم اقول لك بكره بامن لك اياه، ولا يهمك، ليش العجله؟ غسان انا ندرت اذبح الخروف اول ما بتطلع النتائج. صحيح، انت عيني، والنتائج الرسميه لسه ما طلعت، بدها لبكره الصبح، ولولا ما عارفي بالوزاره ما كنت قدرت اجيب النتيجه هلا. حبيبي غسان خلي فرحتي تكتمل الله يخليك، بنزل على السوق هلا واشتري وتعال، وبعد يومين منجيب اللحام وبنذبحه. بس يا نادي انا هلا تعبان وبدي ارتاح لي شوي ولما شفت؟
شفت انك ما بتحب تشوفني مبسوطه ومرتاحه، اصلا انت دائما هيك، روح قلبك تنكرزني وتجاكرني. عامل لك بكره لما بيكون بعلمك انا ما عندي استعداد اغضب رب العالمين مشان حضرتك ترتاح، واذا مالك نازل تشتري هلا مو مشكله انا بنزل. حسبي الله ونعم الوكيل وينكم انتم النسوان، يعني ما بتهدوا لتعملوا اللي ببالكم انتم. امري لله، هلا بعد الغداء بنزل وبجيب لك اياه. انبسطتي ناديه خانم؟ ايه هيك ها، الله يخلي لي اياك ولا يحرمني منك يا رب. بدك شيء ثاني؟ لا حبيبي سلامتك، بس وينك لا تنسى. شو؟ خير. لازم الخروف يكون وزنه 80 كيلو، اوعى تجيبه اقل من هيك بينكسر ندري ها. تكرمي، بامرك. السلام عليكم. السلام. وين بيلتقى غنم هون بالله؟ يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلين بالأستاذ، يا هلا تفضل. كيف هالغنمات اللي عندك؟ يفسون إيدك، أنت بس نقي على كيفك. يا أخوي كيف شفت لي هالغنمات؟ كأنه صغار شوي، مو هيك؟ تقي ربك يا رجل، هذول صغار، بيناتهم غنم يوصل وزنه لـ60 كيلو. أنت قل لي شو طلبك وأنا أخدمك. معلش اخي، كتر الله خيرك، طلبي مو عندك. ليش شنو طلبك انت؟ بدي خروف يكون وزنه 80 كيلو. اوف اوف اوف، 80 كيلو؟ شو بدك طامي عشيره؟ اخي هذا طلبي. طيب خذ اثنين صغار. ما بيمشي الحال، بدي خروف واحد وبس. وليش حتى ما يصير عدم المؤاخذه؟ يعني هذا لحم وهذا لحم. صحيح، بس هذا الخروف ندر ولازم يكون وزنه 80 كيلو. إذا كان هيك يعني أنا ما أقدر أخدمك، يعني بصراحة أنا أكبر خروف عندي وزنه 40 كيلو، كان بدي أخدمك والله. بارك الله فيك، لا تأخذنا عزمناك معنا، بس ما بتعرف وين ممكن لاقي هيك خروف؟ لا والله يا أخوي ما أدري، أنا ما أعرف ما أعرف. ماشي ماشي، يلا يعطيك العافية. الله يعافيك. السلام عليكم. وعليكم السلام، شرفت. الله يعطيكم العافية، سويت وجهي. ويا ذيب يلي باخر الليل عويه تل 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 العنبوت يا ليت هموم الليل تسرح معاهم ويا ذيب يلي باخر الليل.
مرحبا يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مو ما بلتع عندكم هيك شي خروف سمين ومربرب شوي؟ يعني قديش بدك وزنه؟ يعني بحدود 80 كيلو. اوف، وليش مكبره كل الآن؟ ندر هيك نادرينه. والله يا اخي هيك خواريف بهالوزن ما عنا، نحن اللي عنا يا دوب بيطلع 35 يا 40 كيلو. شو هالحكي معلم؟ مسلخ وما عندكم طلبي؟ لا والله يا استاذ ما في عنا للاسف. طب هيك خروف وين ممكن لاقي يعني؟ يا خوفي ما تلاقي. لا دخيل عينك لا تقولها، هذا ندر ولازم يتأمن بأي تمن. إذا كانت القصة هيك والله بدك تدوي. يعني ما بتعرف لك شي محل قريب يلتقى فيه خروف وزنه 80 كيلو؟ مبلا بعرف، صوب البادية. شو هالحكي؟ هلا بدي اطرق مشوار من هون للبادية مشان اشتري خروف بهالوزن؟ اصلا هيك خروف ما بتلاقيه غير عند عرب البادية، هذا مو اسمه خروف، هذا اسمه قديش، عفوا كبش. لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا ما لقيت؟ هاي مشكلتك والله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. طيب أخي لا تأخذنا، عذبناك. الله معك. مرة الفشة يا عبد. أهلي غسان، جبت الخروف؟ وين وين حطيته؟ وين بدي حطه يعني؟ بجيبتي؟ حطيته عند الناطور بالجنينة؟ لا يا ستي، كل الخروف ما جبته. ما جبته؟ ليش بقى؟ لأني دورت كل الشام، برمت شقفة شقفة لحتى وصلت لدوما وما كنت لاقي خروف وزنه 80 كيلو. شو هالحكي؟ معقول؟ والله هذا اللي صار معي، وإذا مالك مصدقة انزلي دوري بذات نفسك. إيه؟ وشو العمل هلا؟ يعني بدك الله يبلينا بشي مصيبة مشان حضرتك ما تدور منيح الخروف؟ لك دورت؟ دورت بكل الأراني وما كنت لاقي، حتى المسلخ رحت له وما لقيت خروف وزنه 80 كيلو، بقى شو عمل أكثر من هيك؟ ما بعرف، دبر حالك، بدي الخروف يعني بدي الخروف، وبدي إياه مثل ما ندرته بالضبط، بلا تعمل لي مشاكل غسان. هلا بالقفلة طلعت أنا صاحب المشاكل؟ لكان معقول تطول الغيبة وترجع لي بالخيبة؟ على كل حال قالوا لي إذا بدك هيك خروف ما بتلاقي إلا عند عرب البادية. حلو كتير، أصبح بكرة بتروح على البادية وبتجيبه معك، شفت ما أحلاك؟ هلا ما بصير حلو إلا لما بلبي لك طلبي؟ لك حبيبي أنا مشان مين عم بطلب هالطلب؟ مو مشان فادي، والله الخروف مو إلي وما رح آكل منه ولا فرمة واحدة. هذا الخروف للفقرة مشان الله يوفقنا هالولد ويحميه. تكرم عينك، من بكرة الصبح رح روح على البادية. غيره؟ لك تقبر قلبي ما أحلاك، يعني صحيح أحيانا، يعني أحيانا ها بتغلظ عليك وبعزبك، بس أنا مين إلي غيرك عزبه معي. ماشي، على كل فايتنا مني شوي لأنه انكسر ظهري من كثر السواقة. حبيبي غسان أمر، تاخدني معك بكرة على البادية؟ أخدك معي على البادية؟ شو جنيتي أنتي؟ إيش حبيبي شو فيها؟ اعتبرها سيران. أنا هذا سيران ها؟ حبيبي الله يخليك، أنا بحياتي ما رحت لهديك القرنة. لك يا حبيبتي اسمعي مني، خليكي قاعدة بالبيت، هذا الشيء ما بيناسبك منو؟ ليش بقى ما بيناسبني؟ لأنه الشوب هنيك بشوي الفروج وهو عايش، بس اسمعي مني عدي ببيتك. ما دخلني، بدي روح معك يعني بدي روح معك ورجلي على رجلك. تصطف لي، أنت حرة، أنا علي أنصحك. بس إذا رجعتي بكرة مرضاني لا تلوميني إلي. لا حبيبي، بوعدك إني ما أفتح تمي ولا بكلمة. معناتها فيقيني بكير مشان نمشي قبل ما تحمى الشمس. على عيني وراسي. شو؟ ما بدك تتعشى؟ لا فكري نام هيك بلا عشاء أخفل لي. لا حبيبي ما بصير هيك، بدي أعمل لك أحلى عشاء لعيونك. هلأ أنت بس فتغير تيابك ولبس بيجامتك لبر ما حط الأكل. غسان شبك مبوزيم؟ فرد هالعقدة شوي. مالي مبوزيم؟ ايه لا مبوزيم، اطلع على وشك على المراية شلون بكب صحن اللبن. يعني كتير عاجبك هالمشوار؟ ايه والله حلو، شبه يعني؟ ما بو شي بجنن. شو هاد؟ شو هاد يا عمي؟ شو هالشوبات هدول؟ شي بشهي. طول بالك انت التاني، ما في هالشوب يلي عم تحكي عنه. انو شوب؟ لا ما في شوب منو، اصلا انا رح ازنطر من البرد. طول بالك حبيبي، كلها ساعتين زمن ونرجع ان شاء الله. حط لك شريط لأم كلثوم أو هيفاء وهبة؟ هيك خبط لزق؟ ما في حل وسط عندي؟ شو بدك تسمع يعني؟ حطينا شي شريط على الهوارة لحتى تكمل معنا بقى. هلأ وقت الهوارة أنت الثاني؟ يعني من وحي المنطقة حتى نعيش الجو قبل بسلف. يا دخيلك أنت والهوارة تبعك. غسان
حسان؟ شايف الرجال يلي هني؟ ايه شايفه، شبه؟ ايه وقف اسأله عن بياعين الغنم. ماشي ماشي هلا بقول. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا بالربع، هلا هلا بالنشامة. أمر يا أخوي، وين في خواريف للبيع هون؟ شوف يا أخوي، تمشي بالسيارة 10 كيلومتر، بعدين تلاقي على اليمين عمود كهرباء، حد العمود به طريق ترابي، تمشي بالطريق 2 أو 3 كيلومتر تلاقي رعيان عرب الشيخ مزعل، اسألهم وهم يعطونك حاجتك بإذن الله. بس في كتير عواميد كهرباء على الطريق، أنا واحد منهم؟ هو عمود واحد ما به غيره. رسان طلع، هذا باين عليه مو فهم الرسم من رجلي، طلع خلصنا. يلا يلا، يعطيك العافية يا أخ. السلام عليكم. مع السلامة. كتر الله خيرك. مع السلامة، الله وياكم. الله وياكم، مع السلامة. دربكم خضرة، هو عمود واحد ما بي غيره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا يا هلا يا أخوي، يا هلا يا حبيبي، هلا حبيبي، يا هلا حبيبي. وين 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 رايح؟ ودي أسلم على الحرمة يا أخوي. شلون يعني بدك تسلم على الحرمة؟ مثل ما سلمت عليك. لا يا أخي ما بصير، اعتبر سلامك وصير. لك يا أخوي، ترى أنا ما أحسبها غير مثل أختي. أخي احسبها شلون ما بدك، خلاص بكفي هيك. تفضلوا تفضلوا يا من العرب، خوما نقوم بالواجب. بارك الله فيك، ما في داعي. ما يصير جيرت على الله، جيرت الله علي غير تتفضلون. اتفضل يا أخوي، اتفضل اتفضل يا أخوي. ترى ما يصير إلا تتغذون عندنا. ما في داعي يا أخي، كتر الله خيرك. نحن عنا مشوار رجع للشام شي 400 كيلومتر، ولازم نوصل قبل ما تعتم العين. وعويش ترجعون اليوم؟ تباتون عندنا اليوم وبعد شر نرخص لكم وتردون دياركم سالمين غانمين. قلت لك ما في داعي، كتر الله خيرك. سيارتنا معنا ولازم نوصل على بكير بإذن الله. يا أخوي ترى جيرة الله عليك، اتبات عندنا اليوم. ترى إذا الشيخ مزعل شيخ العرب سمع إني بيضيوف وصلوا للمضارب وما خشوا بيته، ترى هو الله يزعل مني ويمكن يذبحني بعد يا أخوي. لا 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 بيذبحك ولا شيء. بعدين انت ما في داعي تقول له انه نحن جينا. والله ما اقدر يا اخوي، ما اقدر. ترى اول ما اوصل لعنده يشم ريحتي ويعرف اني قابلت غرب، ترى والله يذبحني. شو هو لحتى يشم ريحته؟ لا يا خيتي لا، عيب، ما يصير هالشيء. ترى الشيخ مزعل ما يستاهل ينحكى عليه هيك. نحن اسفين يا اخي، مرتي ما بتقصد شيء، بس يا ريت ما ترك علينا كثير بهالموضوع. يعني قاعده ما رح نقعد، غدا ما رح نتغدى، ولازم ننزل على الشام بكير. بقى يا ريت ما ترك علينا مرة تانية وخلينا نحكي بالشي اللي جينا مشانه ونتيسر. زين زين، مثل ما تريدون. أو ترى بإيش أقدر أخدمك هناني؟ يا سيدي بدنا خروف يكون متغذي منيح ووازن شوي ولحمه طيب. زين يا أخوي زين، ترى أنكم وصلتم وطلبكم عندي بإذن الله. عن جد؟ يعني عندك خواريف توزن 80 كيلو؟ إيه بي بي بالثمانين كيلو وأكثر بعد. عظيم عظيم كتير. قل لي يا أخوي، أنت من أني غنمات تريد؟ تريد من الغنمات الشقر ولا من الغنمات السود؟ ليش شو بتفرق؟ أوه تفرق كثير كثير، بو فرق بو فرق. قصدي يعني بشو؟ يا أخوي الغنمات الشقر أبيوزن الواحد منها فوق 80 كيلو. أيوة، والغنمات السود؟ والغنمات السود بعد أبيوزن الواحد منها فوق 80. هلأ خليني أفهم منك منيح، قديش بيطلع وزن الخروف فيهم قلت لي؟ أنا منهن؟
الغنمات السود ولا الغنمات الشقر؟ الغنمات الشقر. يا أخوي بالنسبة للشقر بيع عندي بثمانين كيلو، وبيع عندي بالواحد وثمانين كيلو، وبيع عندي باثنين وثمانين كيلو، وبيع عندي بالثلاثة وثمانين كيلو، وبيع عندي بالأربعة وثمانين كيلو، وبيع عندي بعد إشي بالخمسة وثمانين كيلو، وبيع عندي إشي بالستة وثمانين كيلو، وبيع عندي بالسبعة وثمانين كيلو، وبيع عندي بالسبعة. فهمت. المهم هلأ كل الغنمات عندك وزنهم فوق 80 كيلو مو هيك؟ أي أخوي كلهم فوق 80 كيلو، وهذول بالنسبة للغنمات الشقر. والغنمات السود؟ والسود بي عندي شي بالثمانين كيلو، وبي عندي شي بالواحد وثمانين كيلو، وبي عندي بالاثنين وثمانين كيلو. لا عيا إن شاء الله حاجة بقى نفخت قلبنا. لويش تتكلمين بهالشكل يا حرمة؟ أنا قاعد أدلكم شو بي عندي. هلأ المهم شو بدنا بكل هالحكي؟ أنت قلت لنا إنه كل الخواريف اللي عندك وزنهم فوق 80 كيلو مو هيك؟ لا يا أخوي مش كل الغنم يلي عندي فوق 80 كيلو، بي عندي أقل من 80 كيلو. قديش يعني؟ يا سيدي عندي غنم بالتسعة وسبعين كيلو، وإشي بالثمانة وسبعين كيلو، وبي عندي إشي بالسبعة وسبعين كيلو، وبي عندي إشي. شبك أنت؟ شبك؟ شو مولف توليف أنت؟ والله هلكتنا العمى. فهمنا يا أخي فهمنا. يا أخوي ليش قاعد تتعصب علي أنت؟ أنا قاعد أدلكم شو بي عندي غنم لجل تختارون غرضكن زين. طيب افرقنا يلي فوق الثمانين عن يلي تحت الثمانين مشان نعرف النقي. يا خيتي الغنمات يلي تحت الثمانين كيلو مالهن هين مش موجودين. وإلا كان؟ هذول قاعد يرعاهن رفيجي هزاع بالجهة الثانية للعرب. أستغفر الله العظيم على هالنهار العربي. طيب طالما يا أخي ما عندك غنم تحت 80 كيلو ليش عم تلعيدنا قلبنا؟ يا أخوي ترى أنت مالك سهل، ها ترى حرمتك أحسن منك بشثير. هي هادية ورايقة وأنت قاعد تتعصب علي. يلا بسيطة أخي سامحنا مشان الله لا تواخذني، بس أنت مشيني وخلصني بقى. تامر يا أخوي تامر. شنو تريد أنت؟ بدي خروف وزنه 80 كيلو وصلى الله وبارك. من أنو تري؟ من الشقر إلا ما من السود؟ ما بتفرق حي الله. لا يا أخوي بتفرق كثير كثير بو فرق بو فرق. شو بتفرق؟ الغنمات الشقر ثمن الكيلو 125 ورقة. طيب والغنمات السود؟ والغنمات السود بعد 125 ورقة. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يا ربي تمضي هالنهار على خير. يا أخوي أنا شايفك متضايق كثير ومعصب، وش رايك نروح نتغذى بالعرب وهناك منحجي على كيفنا بالبيع، وبإذن الله ما يصير إلا اللي تريدونه. ولك أخي اعتقنا بقى، ما بدنا ناكل ما بدنا ناكل عما ضربات. زين يا أخوي زين اللي تبي يصير، بس أنت لا تقعد تتعصب علي، ترى أنا ما فهم شي، صير مثل التيس إذا بي حدا عصب علي. على أساس كتير بتفهم إذا ما حدا عصب عليك. زين يا أخوي زين شنو تبي الحين؟ عطينا خروف يكون وزنه فوق 80 كيلو خلصنا بقى. على راسي ومن ثم عيني. من أنو تبي؟ ما بتفرق من الشقر. زين يا أخوي تامر تامر، بس ترى أني أريد أنصحك. اتفضل. ترى الغنمات الشقر راعيات من أرض الوطن. ليش السود منين راعيات؟ والسود بعد راعيات من أرض الوطن. خير حبيبي شبك شو صار لك؟ ما بعرف كأنه حركوا علي كلاوي. يا ربي دخيلك. ولك أنت من شو مركب؟ شو جنسك؟ أنت ما بتفهم؟ لو إيش خيتي؟ العمى بقلبك. أعطينا خروف بقى وخلينا نمشي. جبت له كريزة للرجال من ورا سماكة مخك. يا حرمة أنت قاعدة تتعصبين علي ترى، وأنا ماني قاعدة أرد عليك كرمال جوزك، بس يكون بعلمك إنه زوجك أحسن منك بكثير. إيه بالله أحسن بو فرق يعني بو فرق. هالأمر ما بيخصك ولا تتدخل بشي ما بيعنيك. عطينا خروف بقى وخلينا نمشي. نادي الله يخليكي ريحي بالك وخليني أعرف أتفهم أنه هالبني آدم. هذا كلام العدل. الحريم عندنا ما لها كلمة بوجود زوجها. زوجها هو اللي بيتكلم. ولك يحرم جلدك على عظمك يا حق. يا أخوي تامر شنو تريد من عيني هذي قبل هذي؟
ولك لسه بدك ياري اقول لك شو بدي. بدي خروف يكون وزنه 80 كيلو. من عيوني الثنتين. ومن انو تريد انطيك اياه؟ من الشقر ولا من السود؟ من السود. من السود اعطيني اياه اسود، انا بحب اللون الاسود كثير. تكرم عيونك، من عيني هذي قبل هذي. بس يا اخوي تسمح لي احكي كلمه؟ تفضل احكي. ترى الغنمات السود شاربات من ساقيه المزاليف. ولك عطيني اياه بقى وخلصني ان شاء الله يكون شربان من قليط. لك شو عطيني اياه؟ بركي هالساقية ساقية مجاري. شفت؟ والله اني حرمتك تفهم. والغنمات الشقر من وين شربانين؟ والغنمات الشقر بعد شاربات من ساقية المزاليف. ما بو فرق، ما بو فرق. قلبي شبك حبيبي شبك؟ ما بعرف ما بعرف ده نفسي قلبي عم يوجع. كان مرتفع ضغطي شوي وقلبي صار عم يوجعني صدري. بالظاهر تعبت من السفر يا اخوي. ايش رايك نروح يم العرب وتتغذى هناك ونكمل حكي؟ ولك ان شاء الله السم الهاري اللي يكرت مصارينك كرت. ولك لح تروح لي الجوزه من ورا تنحتك. حبيبي حبيبي تقبرني بشو حاسس؟ ما في شيء، بس حاسس حالي عطشان شوي، بس بدي شويه مي اشرب. الله يخليكم. في عندك مي هون؟ لا والله يا خيتي ما بو مي. يعني قبل ما تجون بشوي خلصت الزوادة يلي كانت معاي. بس إذا كان ودكم أروح أجيب لكم كازوز وارجع. ليش في كازوز هون؟ اي بكل شي هان. تشرب كازوز حبيبي؟ بشرب أي شي، بس شي بالريف. يلا يخليكم. بعيد بيع الكازوز عن هون؟ لا ما هو بعيد، قريب. يعني قديه بدك لتروح وترجع؟ يعني إذا رحت هالحين أرجع باشر الصبح بإذن الله. بخير ربكم. دخي يكون راح يزطني هالبني آدم. حبيبي إن شاء الله طول بالك، مشان الله سامحني. والله لو بعرف بده يصير هيك ما كنت عزبتك معي. ولك أنت، أنت هلأ اللي أنت شو بتعباد؟ أستغفر الله العظيم، أنا بعبد الله عز وجل. ولك كرمال الله يلي بتعبده، أعطينا خروف وخلينا ننقلع. والله يلي بيسمعك تحجين معي بهالطريقة يقول إني ما ودي أبيعكن. أنا هان يا خيتي لجل أبيع أبيع. طيب بيعنا وخلصنا. شنو بيعك؟ لك أخي خروف، غنمة، معزاية، نعجر، أي شيء. طيب من أنو تريدين أنتي؟ من الغنمات الشقر ولا من الغنمات السود؟ ولك ما بتفرق، حي الله، خلصنا بقى. ولك جننتنا. لا يا خيتي تفرق، تفرق كثير. بو فرق، بو فرق. ولك بإيش بتفرق؟ أنتي من أنو تبين؟ أعطينا من الشقر وخلينا نمشي. زين يا خيتي، أنا دالحين أنطيتي غنمة من الغنمات الشقر، بس ترى يكون بمعلومك إنه الغنمات الشقر للشيخ مزعل. ليش مو للبيع هدول؟ كيف مو للبيع؟ للبيع، لعد لويش نحن قاعدين نربيهن؟ لكن ليش عم بتقلي هدول للشيخ مزعل؟ أريدك تعلمين بس. لكن السود لمين؟ والسود بعد للشيخ مزعل، ما بو فرق، ما بو فرق. حبيبي سلامتك. يا عمري سلامتك. نادي على حيني رح اموت. يا عمري لك الهي ينتقم منك ولا يوفقك ويملك بمرض تعجز عنه الاطباء يا حق. حبيبي بعد الشر عنك ان شاء الله انا ولا انت. قلبي. ولك انت شو ما بتفهم؟ ما بتشعر؟ لك ما بتحس؟ جوجه جوزتك انت. لويش يا خيتي؟ ولك شو لويش؟ يخرب بيتك اذا شفت ازنخ منك. بسيطه بس الحق علي يعني اللي قاعد انصحك. اخي لا تساعدنا ولا تنصحنا، نحن ما بنحب حدا يساعدنا وما بنحب حدا ينصحنا. فاعطينا خروف وخلينا ننضرب على ابن العمه بقلبك. زين يا خيتي زين، لا تتعصبين. انا الحين ودي انطيك شيء اللي ودك اياه. انا الحين انطيك خروف من الغنمات السود، لان الغنمات السود صوفهم ناعم مثل الحرير، وترى للصيف والشتاء ينفعون. بالشتاء يدفون وبالصيف يرطبون. كنديشن يعني. كنديشن. والشقر شبهون؟ والشقر بعد صوفهم ناعم وحرير، ما بو فرق، ما بو فرق. اي لحقيني يا نادية، روحي رح تطلع. غسان شبك حبيبي؟ بشو حاسس لي؟ ما نادية لحيني ان شاء الله رح اموت. يا عمري سلامتك. غسان لك يا غسان، دخيلك يا ربي دخيلك. ندرن علي خروف 90 كيلو زومت لي جوزي بالسلامة. يا ربي غسان، غسان احكي معي. لك غسان
بعد انت وياه ولك بعد انت وياه شفتك شفت كم طرطايرتي يخرب بيتكم شو قليل الذوق العمى بمدوا ايدن على الرزق كمان شفتك ولك شفتك انت ابن ابو شهاب عرفتك ولك انا بفرجيك يا عمنطشي يخرب بيتك الله يعينك تقرب مرة ثانية على طرطايرتي العمى بقلبكن العمى مثل العفريت شاقين الأرض طالعين العمى يخرب بيتكن العمى يخرب بيته العمى تقولي عفريت وشاقق الأرض طالعين شفته هلق بروح لعند المشهاب وبحكي معها عم قلك كمشته بالجرم المشهود وهو عم يلعب بالطرطايرة وينهب الرزق بعد ولا يهمك تقبرني قلي وين مشوارك اليوم وين بدي روح يعني مثل العادي عدير العصافير بدي حمل كم كيس سماد من هنيك وبدي اخذ الفجلات والبصلات وسوقهن بسوق الهول يعني بدك تتاخر لا بديش اتاخر يعني حسب التسهيل يلا بدك شيء لا ما بدي شيء سلامتك مهوني بس امشي على مهلك لان سواقتك على قدها وشوفاتك نص ونص نص ونص يعني انت يلي شوفاتك ملاح نص ونص ايه الله يرضى عليك جهزوا لي عدة صيد كلياتها ايه وامسحوا الجفوته منيح ايه مشان غبرة ماشي ولا يهمك الله معك رح تطول بالمزرعة شغلت يومين ثلاثة مو اكتر ليش كل هالقد يا صالحة هذا موسم صيد الحباري وبيجوز نعسكر يومين ثلاثة بالجرد العالي اي سيارة رح تاخد معك رح اطلع بالبومة والشباب رح يطلعوا وراي بال505 يعني الشبح رح تضلهم؟ اي نعم رح اترك لك اياها واذا شي حدا اتصل فيني من التجار اعطيهم رقم المزرعه هلا لو قعدت هون ودرت بالك على موسم الزيتون مو احسن لك من الطلعه لا مو احسن موسم الزيتون ما رح يهرب بيستنى بس الحباري والترغل ما بيستنوا رستم بيت كل شي جاهز رستم بيت والشباب وينهم منتظرين تحت اصبح زين حمي السيارات على بين ما اجي حاضر رستم بيت يلا تريد شي قبل ما نمشي سلامة قلبك مهوني وينك رستم نبه على راتب يسوق على مهله حاكم انا ما بتعجبني سواقته بنو تأمري امر صالح خانو الله معك الله يسلمك اجل معنا يا شباب وين طاح شهاد؟ زين قل له خليه يرجع لورا عمرك رستم بيه ارجع لورا يا حباب طريق ما بيساع الا سيارة واحدة شي؟ وانا شو دخلني يعني؟ شلون شو دخلك؟ الكركوبة تبعك قاطع الطريق لا تقول كركوبي إذا بتريد واحترم حيلك ها بعدين المفروض يعني انتو اللي ترجع مش أني
أنا قاطع ثلاث أرباع الطريق وبخين علي الربع، فإذا رجعتوا أنتوا ربع الطريق أحسن ما أرجع أنا ثلاث أرباعه. العمى هذا مجنون ولا طاقة في وزاته؟ طول بالك يا ناظم، أنا بتفاهم معه. شوف يا أخونا، رستم بيك بده يمرو، ورستم بيك ما تعود إطلاقاً يرجع لورا، طول عمره بيطحش لقدام. بعدين معقولة سيارتين كبار مثل هدول يرجعوا من شان شقفة طرطيرة مثل طرطيرتك؟ فهمت معنى الكلام ولا ما فهمت؟ لا والله ما فهمتش. يعني سيوي أن كنت راكب طرطيرة ولا جحشي ولا سيارة شبح، فأنا بحق لي استعمال طريق مثلي مثل غيري، وإذا كان الطريق مطوع باسم رستم بايك لحتى نعرف يا حبيبي. معلم هذا يمكن ما راح يفهم بالذوق. هيك يبدو. شوف يا أخونا، كلمتين ورد غطاهن، بدك ترجع ولا لا؟ لا والله أبديش ارجع. ما بدك ترجع؟ شوف شغلكن يا شباب. ما كان في داعي تضربوا له زلمة كل هالقد يا راتب، يعني كان كفين ثلاثة على كم طيارة على رقبته بيوفوا بالغراض. إيه لا يا بيك، انت بذاتك لو سمعته شو كان عم يحكي كان فار دمار. لا حول ولا قوة إلا بالله، عرفتوا من أنه ضيعة هو؟ على هوا سحنته ولهجته يا معلم أكيد من ضيعة عش الزلائط. شو هالحكي؟ يعني ما لقيته تضربوا واحد إلا من عش الزلائط؟ ليش وين الغلط يا بيك؟ لك يا راتب، أهل الضيعة هاي كلهم مشرانيين ومشكلجية وقتالين قتلة. شو يعني رستم بيك؟ لك شلون شو يعني؟ واضح الشغلة يا راتب، أهل ضيعته ما راح يسكتوا على هالقصة أبداً. بكرة أكيد أخواته وولاد عمومته وقرايبينه راح يعملوا عصابة ليأخذوا بتارو، بس إن شاء الله ما تكونوا ذكرتوا اسمي قدامه. بصراحة يا معلم ذكرنا العنين. ما سمعتني شو قلت له قدامك؟ قلت له رجع لورا، هاي سيارة رستم بيك، ورستم بيك ما تعلم بحياته يرجع لورا، طول عمره بيتحش لقدام. صبر جميل وبالله المستعان. بس بدي افهم، مين وكلك انت تحكي هالحكي؟ من شان هيبتك يا بيك. ايه بلا هيبة بلا بطيخ مبسمير، يعني ضروري روح قتل مشان هيبتي؟ فشلوا يا بيك، يلي برشك بالمي منرشه بالنار والدم. لك حاجة ولا حاجة؟ حاجة عليك مصدي. بكرة عند القنب القنا أول ناس بتهرب هو أنتو. شو محلي أعرفكن يعني؟ مو شاطرين غير بالبهرة والمنفخة. الله يسامحك يا بيك، أنت بتمول على راسي، بس يا ريت يجربوا أهل ضيعة عش الزلائط يهجموا علينا، بس لفرجيك شو بدي أعمل لك فيهم. الله لا يقدر. شو يهجموا؟ كش برا وبعيد قال يهجموا. قال حرك حرك هلا خلصني. الله يرضى عليك يا ام عواد، اعطيني كيلة مي. على عيني يا بعد عيني. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. تفضل اشرب يا بعد عيني. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لي شو صار لك؟ مين عمل فيك هيك؟ بلش يفور دمي يا ابو عواد، قل لي بس.
يعني عامل حدث بالطرطيرة؟ لا لا سمح الله ما عملتش حديث. متخانق انتو حدين؟ اي نعم يا ام عواد. انتو مين اتخانقت؟ انا ورستم بايك وجميعتو. يا ويلي انتو رستم بايك؟ وشو هو السبب؟ هيك حيوني لوحني تيسني مني. اما شو اكلت اللي قتلي يا ام عواد؟ حشك ولبك شي على كيفك تمام، ما بتشتهيها العدوي والله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يكسر دياتهن ويفك رقابهن إلهي. لا تدعي هيك يا أم عواد، مشان الله لا تدعي هيك. ما بدنا الله يكسر يديهن ولا يفك رقابهن، بدنا سلتنا بلا عنب. ادعي لربي كيف بلاهن عنا ونحن بألف خير من الله. ما فهمت عليك يا أبو عواد. الخوفي ما يشتي في قلبهن مني بهالقتل يلي سلخوني إياها ويلحقوني لهون حتى يكملوا عليا. فعل الله ولا فالك؟ وليش حتى يلحقوك؟ مثل ما عم قلك، لأني هددتن بعد ما أكلت القتل. أنت هددتن؟ إيه هددتن. قال لي هذا البغل الكبير يلي كان معهن، قال لي هي القتل لحتى تعرف منه هذا رستم بي، وسلخني كفين بعدها مثل فراق الوالدين. وانت شو جاوبتهن؟ قلت له وانتو كمان بكرة بتعرفوا منو هذا ابو عواد خيال المهرة، انا بفرجيكي. لا 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 لا، الله يصلحك ويهديك يا ابو عواد. يعني كنت كل هالكفين بتمساكت ضروري كنت تتفاصح يعني وتقلن انا بورجيكم؟ شو بيعرفني يا ام عواد، هذا اللي طلع معي من حلاوة الروح. بسيطة بسيطة تقبرني ولا يهمك. بس ما قلت لي يا ابو عواد يعني ليش هن قتلوك؟ اطلعت لي من نص الطريق وما رضيت ارجع. الحق معي يا ام عواد، الحق معي، الطريق ليا. ولك انت من طول عمرك بتمشي الحيط الحيط وبتقول يا ربي السترة، شو صار لك على غفلي؟ على كل ولا يهمك تقبرني، حط لك تاكل. ما بديش ما بديش اتزهرم شي، مسدودي نفسي. ويا ترى هذا ابو عواد له اخواته قرايبين؟ اهل ضيعة عش الصلاة سيدي كلهم قرايبين. يا حبيبي على العلقة، هذا اللي كان ناقصنا. شو قولك بيهجموا علينا الليلة؟ علمي علمك سيدي، شو بيعرف لي؟ قديش اليوم بالشهر؟ 27. العنين معناها ما في ضوء قمر. ليش شو دخل ضوء القمر سيدي؟ ولك خايف يتسللوا بهالعتمة ويفوتوا لهون، فهمت بقى بيش عم فكر؟ ولا يهمك يا بيك، انا وزعت لك الحراسة على كل ارجاء الفيلا تحسبا لاي طارئ. دير بالك ها، دير بالك يا راتب، لا تبرد قلبك، اعمل دورية كل ساعة الله يرضى عليك. عمرك يا بيه. والكلاب شلون وزعتوها؟ الأسود جعاري عند الباب الوراني، والشيانلو على الباب الرئيسي، والدوبرمان على الباب الشمالي. ما بيكفوا يا راتب، ما بيكفوا. روح الله يرضى عليك، دبر لي شي كلبين ثلاثة تانيات، تكون همتهم عالية وشبتهم مرعبة. شو بدنا نعمل يا بيك؟ بالوقت الحاضر ما في غير هدول. يا ريتني ما تفالحت وهديت الكلب الأشقر لمدير المنطقة، لأنه هلأ وقت عاسته، هلأ يا راتب. بالفعل يا بيك، هداك كان قد عش كلاب. صحيح نسيت أسألك يا راتب، في حدا من رجالنا من ضيعة عش الزرائط؟ لا، بس في واحد عنا مصاهرون، يعني آخذ منه. احلق له فوراً، وعن ناعم كمان، روح الله يرضى عليك شرحه البارودة واصرفه على أهون سبب. بس يا بيك هذا أكتر واحد ثقة عنا. لا لا يا راتب، أنا ما عندي حدا موثوق منوب، عمين مثل ما عمل لك الله يرضى عليك. عمرك يا بيك. أوام. كلبنا قطاش مش عم ينبح اليوم، شو قصته؟ جوز يكون نايم يا أبو عواد. نايم هلق وقت النوم، قومي فيقي قومي فيقي قوام. شو بدك فيه؟ شلون شو بدي فيه؟ ضروري يعني يهجموا وياخذوني على غفلة؟ ينبحلوا شوي إذا شاف حدا غريب وبنبهنا حتى ناخذ احتياطاتنا. تكرم طلع شق علي. شو طعمتي اليوم؟ عندي شوية برغل خيمين وطلع ريحتهن تحت، يعني الحشت له ياهن. الله يصلحك ويهديك يا أم عواد، يعني ما لقيتي له أحسن من هالأكلة؟ وشو بدي طعميه؟ لوز وسكر يعني؟ كنتي طعمي لحم، يعني المفروض فيكي بهيك حيلة تذبحي له الديك. الديك الأحمر؟ يعني الكلب ياكل اللحم ونحن نظل عايشين على البرغل؟
هذا اللي كان ناقص. معليش يا ام عواد معليش، ياللي بده يشعر بالامن بده يضحي، لانه هذا الكلب اذا ما طعميناه وحشيناه ودللناه ما بيعود يدير باله علينا وبيصير يطنش بيقضيها نوم. الله يمضي هالليله على خير. اخ اخ امين يا ربي امين امين يا ارحم الراحمين. ألو نعم نعم أهلين صالحة أهلين. إيه لا أنا ناوي أرجع بكرة. شو رستم؟ مو على أساس تقعد شي 3-4 أيام؟ بلا هيك كنت ناوي، بس يبدو أنه ما في موسم صيد منيح هالسنة. شو عرفك؟ لسه اليوم وصلت هيك قالوا لي. رستم لا ترد على حدا، اطلع على عش الزلائط وجرب حظك هنيك. بعش الزلائط؟ لا بس بخاف يصطادوني هنيك يقرصوني، بخاف ما نلاقي طلبنا صالحة. اي مثل ما بدك. امتى قلت لي رح ترجع؟ بكرة صبح، يعني ماشي من جهة الضو. اوف ليش مبكر كل الآن؟ مشان اكسب نهاري من اوله، لانه شو قلت لحالي وانا قاعد هون؟ شو قلت؟ قلت لحالي يا ولد شو بدك بالصيد وهالعلك الفاضي؟ ايوه انزل دير بالك على موسم الزيتون احسن لك. مو انا اللي قلت لك هيك؟ معك حق والله معك حق يا صالحة، يا ريتني سمعت كلامك من الاول، بس شو عادي يفيد الندم هلا؟ خير رستم في شي؟ لا لا شو شو بده يكون فيه يعني. طيب شو عم تساوي هلا؟ عم العب ورق انا والشباب، الله وكيلك حاططهم حوالين هالمزرعة حوالية يعني، ونازل فيهم سلخ رائع بهالطرنيب. ايه الله يبسطك يا رب. اما شو مبسوط بسط بسط يفوق الوصف. لك اهم اهلي صالحة، تصبح على خير. عندك وقف عندك عندك يا معلم على ابد. يا اخي لا حول ولا قوة الا بالله، شو صاير لك فايت مثل الحرمية واللصوص؟ اتنحنح يا اخي صعول. خلصت الدورية؟ ايه معلم خلصت. كيف الوضع على الأسوار الأمامية؟ كله تمام معلم. ماشي حال، روح تيسر لشغلك انت هلا. حاضر. لا حول ولا قوة الا بالله، الله يمضي هالليلة على خير. لك آخ آخ، من طول عمري جبان ورعديد وخروق وقلبي قطيعة، منين هبطت علي هالشجاعة فجأة ما بعرف. يعني شو كان صار لو رجعت لورا وخليتهن يمرقوا؟ ضروري الواحد يكبر رأسه عالفاضي. بالفعل مش حلوة التنيحة، لا أكل يلي معي شقفة طرطيرة بثلاث دواليب، وبدي مرسيدس والبيجو يرجعوا لورا مشان فخامة الطرطيرة تبعي. بستاهل ميت قتلي على هالشغلي. وبصراحة ناس غيرهم كانوا فكوا رقبتي، بالفعل طلعوا هالجماعة أكابر وما تمدوش معي كثير، بس يا خوف يكونوا مبيتين ليها. الله يستر يا رب الله يستر. يا بيك شو هجموه؟ ما حدا هجم يا بيك، بس طلع الضوء انت نايم هون.
يبدو اني نسيت حالي وسهيت وانا اعيد. اللي يا بيك بتحب تفطر هون ولا برا بجنينه؟ لا بدي افطر لا هون ولا برا. خليهم يجهزوا لي عروسه لبنه وخيارتين، وجهز لي حالك انت ويا هون مشان نرجع. حاضر يا بيك. بسرعه الله يرضى عليك. ابو عواد يا ابو عواد يا ابو عواد. شو صار؟ شو صار؟ هجموه؟ ما حدش هجم. شو صار لك هالقد مرعوب؟ ما بدك تفطر؟ لا بديش افطر. لفي لي عروسي تلبني بيمشي الحول. يعني ما بدك تروح على الشغل؟ والله ما بعرف، احترت والله حيرني. شو قاولتك، روح ولا ما روح؟ خلص يا ابو عواد روح وتوكل على الله. يعني مش معقول تضل قاعد بالبيت بدون شغل. معك حق، معك حق. اصبح لقوم جهز الطرطيرة وشق على مية البطارية وزيت الفرام. روح روح يا بعد عيني روح. الله والنبي يكون معك ويحرسك يا رب. ماشي بنور الله ادعي واقول يا رب. ماشي بنور رستم بيك لعينك. رستم بيك لعينك. نحن رجالك حواليك. نحن رجالك حواليك. هيك وهيك وهيك وهيك. هيك وهيك وهيك وهيك. للبيع عادي رستم بيك. للبيع عادي رستم بيك. رستم بيك رستم بيك. رستم بيك رستم بيك. نحن رجالك حواليك. نحن رجالك حواليك.